كل سنة وانت طيبة. أيضا النقيب نسرين يوسف من إدارة إعلام مرور ولاية الخرطوم معنا عبر الهاتف. صباح الخير عليك. أهلا حضرتك، صباح النور عليكم وكل سنة وانتم طيبين وربنا يحقق كل الأمنيات. كل سنة وانت طيبة، لكن العيد أكيد مختلف بالنسبة لكم لأن انتم موجودين في الشوارع وخاصة الخريف. نعم صراحة ممكن نقول العيد استثنائي لأنه كان مصحوب بأمطار من أول يوم في العيد. فأول يوم في العيد كان مثلا في تدابير وخطة مختلفة على حسب الخطة اللي كانت هي موضوع الانتشار لأكبر وقت ممكن ولأوسع زمن. لكن مع الأمطار بقى إنه إضافة لأنه أصلا في انتشار كبير اتكثف الانتشار، إضافة لعمل جهات شرطية أخرى تفاديا لأي أوضاح كارثية. أكيد من خلال يعني التواجد للأمطار وأيضا هطول الأمطار في عدد من المناطق المختلفة عاق الحركة بشكل كبير جدا، وحركة السير أصبحت صعبة جدا في بعض المناطق. فإرشادات للسلامة المرورية لكل سائقي المركبات. نعم، وضع الطرق يوم أمس تحديدا كان في إغلاق لنفق عفراء، وكان في إغلاق أيضا لأسفل كوبري المنشية. تمت معالجة نفق عفراء زي الساعة 6 وكبر المنشية لحد الساعة. لكن الشوارع الآن هي يعني فاتحة صح؟ بشكل أنا فقدنا الاتصال بالنقيب نسرين يوسف. شكرا لك كثير جدا وكل سنة وانت طيبة، وإن شاء الله دائما الناس تأمين ولامين وسالمين، ويا ريت الناس برضو تحاول تنتبه وتأخذ الحيطة والحذر خاصة وإن هي بتكون سائقة ممكن تقلل السرعة برضو عشان الناس تقدر تعيد من غير ما نفقد زول، ودائما تكون اللمة الحلوة هي عنواننا.